مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وفي هذا الخبر العاجل هنا من قلب العاصمه الفضيه لسوس مدينه تيزنيت، حيث فتحت فرقه الشرطه القضائيه بالمنطقه الاقليميه للامن بمدينه تيزنيت بحثا قضائيا تحت اشراف النيابه العامه المختصه، وزوال يومه السبت 15 يناير الجاري، وذلك للتوقيف المشتبه به المتورط في تعريض مواطنه فرنسية للضرب والجحر المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه به بتعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت باستعمال أداة حادة أثناء تواجدها داخل السوق البلدي لمدينة تيزنيت، وذلك لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث المتواصلة من أجل تحديدها والكشف عنها، مع ترجيح فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث. الأبحاث والتحريات المكثفة التي بشرتها مصالح الشرطة القضائية والتي انصبت على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وإفادة الشهود، مكنت من توثيق صورة المشتبه به الذي تبين حيازته لسلاح أبيض يحتمل في كونه السلاح المستخدم في تنفيذ هذه الجريمة. كما أسفرت عملية التنقيط المنجزة عن تشخيص هوية الضحية وهي مواطنة من جنسية فرنسية تبلغ من العمر 79 سنة وتقيم بإحدى المخيمات القريبة من مدينة تيزنيت، وقد تم إيداع جثتها بالمستشفى رهن التشريح الطبي. وتتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بغرض توقيف المشتبه به الذي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وذلك بغية إخضاعه للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الأسباب الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة. وتشهد مدينة تيزنيت حاليا حالة استنفار أمني كبير جراء هذا الفعل الجرمي الذي هز هدوء المدينة، حيث فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة زوال يومه السبت 15 يناير الجاري، وذلك لتوقيف المشتبه به المتورط في هذه الجريمة التي تم تعريض مواطنة أجنبية للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه به بتعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت باستعمال أداة حادة أثناء تواجدها داخل السوق البلدي لمدينة تيزنيت، وذلك لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث المتواصلة من أجل تحديدها والكشف عنها، مع ترجيح فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث. الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية والتي انصبت على مراجعة كاميرات المراقبة من محيط مسرح الجريمة وإفادة الشهود، مكنت من توثيق صورة المشتبه به الذي تبين حيازته بالسلاح المستعمل في هذه الجريمة، وأسفرت عملية التنقيط المنجزة عن تشخيص هوية الضحية التي تنحدر من الديار الفرنسية وتبلغ من العمر 79 سنة وتقيم بإحدى المخيمات القريبة من مدينة تيزنيت، وقد تم إيداع جثتها بالمستشفى رهن التشريح الطبي. وتتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بغرض توقيف المشتبه به الذي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وذلك بغية إخضاعه للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن باقي خيوط وملابسات هذه الجريمة البشعة.